احنا اللي نريد الغوص، ولكن كما قلت انت انه الاعلام يلعب في التضليل الان، دوره الان هو تضليل. جزء من الكلمه نتاع ما يقصروا، ونعود بسرعه. كيتهم قبل لنا، انت في عهد علي العريف في المطار في السالون دونور كانوا عاملين حفره في الحيط نقبين الحيط نتاع السالون دونور قاعة الشرف باش يعديو منها الفليجات نتاع الفلوس، وهذيك عينتها هبطت الفرقه وعينتها والرشمه نتاعها ما زالت. الرشمه نتاعها ما زالت، يعني لست ادري من الانفاق الحفر، الله يقدر الخير وبره. اللي يهمنا الان بحضور الاستاذ الجامع والباحث في الفلسفه والعلوم الانسانيه والاجتماعيه في جامعه قطر سي حسن الحسن ورئيس الجاليه، نحب نستعيد نعرفوا شنو هي الفرص الممكنه، فرص الاستثماريه لجاليتنا والتي اقدمت وعدت بها قطر ولم تجد طريقها للتطبيق والتفعيل، وعلى الاقل نحاول نفتح كذلك فرص ثمش امال للجاليه التونسيه، لانه نعرف استثمار استثمرته قطر في كاس العالم اكيد مش تفتح مواطن شغل جديده، على الاقل نفتح نقطه ضوء جديده في هذه الوضعيه. واعطي الكلمه سي عبد الباسط الهلالي رئيس الجاليه التونسيه في قطر. اهلا وسهلا بكم مجددا. الحقيقة يعني احنا دورنا يعني ليس دبلوماسي رسمي، ولكن خلينا نقول شعبي. دبلوماسية شعبية، ايوه دبلوماسية شعبية في حدود طبعا امكانياتنا المتواضعة على الدولة المستضيفة. يعني احنا كجالية الحقيقة قاعدين نجملوا ونحسنوا في الصورة اللي الحقيقة كل مرة أنها يعني ماشية وتسوء. لا ندري يعني السقف إلى متى هذه الصورة القاتمة نوعا ما، ولكن احنا وجودنا هنا الحقيقة كما ذكرت لتجميل الصورة هذه، وخير دليل هو حضورنا مثلا في المشاهد الكروية اللي الحقيقة الجمهور التونسي أدلى فيها بدلوه وروج على الأقل لصورة حسنة لتونس ثقافيا وحتى نعم. على المستوى السياحي كانت المادة التونسية محاضرة من لباس تقليدي، من منتوجات تونسية، من حتى الفنون التونسية كانت حاضرة على امتداد شهر كامل. الحقيقة انطلقنا منذ 18 نوفمبر إلى 18 ديسمبر، ختمناها بالعيد الوطني لدولة قطر الشقيقة. وكما ذكرت في غياب تواصل رسمي بين يعني الدولتين، على الأقل في حدود إمكانياتنا كنا نحن موجودون، وحضور تونس معناته حضورنا يمثل حضور تونس. نعم. الحقيقة حضورنا يمثل الجالية، يمثل زوار تونس من كافة مختلف بلدان العالم حتى من تونس. وزارة الثقافة كانت حاضرة، السفارة كانت حاضرة. الحضور هذا يعتبر جزئي، كنا نتمنى أن يكون أكبر بكثير، وكما شاهدتم فرقاء الأمس كانوا حاضرين في 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 المونديال على الأقل وزاروا قطر. احنا كنا نتمنى أن يكون أكبر طبيعة الحال حضورهم، مثل ما ذكرت أستاذ حسن، مثل ما ذكرت أنه الكرة الحقيقة جامعة. شوف احنا كانت عندنا مشاكل على مستوى خلينا نقول مثلا بين اتحاد الكرة وبين الوزارة، تصالحوا في قطر العديد من اللي كانوا متفارقين تصالحوا في قطر، سواء نحكي على تونس ولا حتى على مستوى دول. ليش ما كانش الحضور التونسي في المستوى اللي كنا نتطلع اليه؟ الحقيقة ثم برشا مشاريع، ثم برشا وعود، برشا حاجات الحقيقة تعتبر من المكتسبات لتونس، لكن الغياب والفتور هذا لا يبشر بخير. نتمنى انه يكون معناتها يكون حضور اقوى، وان الدبلوماسية يعني تلعب دورها نعم سعد باسط لو ممكن ما يتطلع له التونسيين. نعم، هات نذكر بهذه الفرص، لانه تعرف انت قلت انه
الفرقاء السياسيين دول ليس خافيا، الرئيس المصري، أعتقد المسؤول الإماراتيين والأمير السعودي كانوا حاضرين رغم الخلافات القريبة مع قطر، وبطبيعة الحال جاءوا لا لفرجة على كرة القدم ولكن الأساس لاستثمار هذا الحدث وللحصول وللظفر بأكثر استثمار لصالح بلدان. احنا تعرف وقعت تكاد في أوت، تكاد هذه القمة اليابانية الإفريقية الاقتصادية، وقعت مؤخرا الاقتصادية كذلك ما بين أمريكا والاتحاد ولا فارقة، وقعت كذلك قمة أعتقد صينية عربية في السعودية، لم نرى يعني استثمارات حقيقية. هات نذكر بالاستثمارات وفرص الاستثمار التي أتيحت وقدمتها قطر والفرص التي لم تفعل بعد لو ممكن. والله كما ذكرت احنا الحمد لله ما عناش يعني اختلافات مع دولة قطر كتونس كدولة، ولكن خليني نقول فتور، نوع من الفتور. كنا نتمنى الحضور يكون اكبر بكثير من الحضور مثلا في شخص الوزير، لانه الرياضة هي رسالة، هي مشروع، هي بناء علاقات وصداقات بها المناسبة الحينية هذه. فيه وعود مثلا، خلينا نقول نجيب من الاخر ملعب 974 اللي هو اخر يعني وعد احنا نتمنى انه يكون من نصيب تونس. كنت اتمنى مثلا انه يقع اعادة النظر في هذا الملعب وجلبه لتونس. سبيتار مشروع قبل الحديث عن المستشفى سيد سلام باسط، لانه دار الحديث كثيرا، صحيح كان ثم وعد رسمي ام مجرد حديث اعلامي؟ والله هو الحقيقة أنا ما نحبش نكون متكلم باسم السلطات الرسمية، لكن كان ثم وعد وكان ثم اتفاق قدم في شكل مشروع طلب تقبلوه بروح رياضية عالية، وأنهم على أساس سينجز المشروع. لكن إذا ما فيش متابعة وما فيش يعني أخذ ورد في ليس فقط سبيتار مثلا ولا ملعب 974، ولكن العديد من المشاريع والعديد من الفرص اللي خلينا نذكر على سبيل المثال مثلا مركز التأشيرات اللي كانوا هما ثلاث مراكز يعني بعثتهم قطر في مختلف دول العالم، نظيراته في سريلانكا وفي دول ثانية يخدموا عندهم سنين، احنا لحد الآن لحد هذه اللحظة لم يرى النور. ما هي الأسباب؟ ما هي الدواعي يعني حتى خلق معناتها مظاهر ما مش مشرفة لتونس، أنه تجي ناس من تونس بطالة ولهنا ما يعطوشك السمعة الحسنة لتونس، لأنه المركز هذا ما يخرج إلا بصفة قانونية، لا يكون مثلا مغرر به ولا يكون هو سبب من أسباب مثلا المشاكل اللي قاعدة تصير. فهذا على سبيل الذكر والعديد، معناتها إذا عددت لك والمدينة الطبية في القيروان أعطيتك ثلاثة أمثلة اللي هي للأسف لم تثمر بعد ولم تؤتي أكلها، وهي اتفاقيات كانت موجودة يعني وتكلموا فيها المسؤولين ولكن لم تتابع هذه الملفات ولم ترى النور إلى حد الساعة.